أهلا وسهلا من جديد مشاهدينا، نواصل مدنا المباشر برفقتكم إلى ثاني المساحات الحوارية والأخيرة. بنتكلم دائما عن نهضة البلد المنشودة اللي بتتمثل في اختصاصيين وخبراء ممكن يقدموا لنا كثير جدا من الروشتات المهمة للمجتمع، وظروف صعبة احنا بنعيشها الآن يعني محتاجة لتدخل اختصاصيين حتى إنه يحلوا كثير جدا من التعقيدات الاجتماعية والنفسية. ودرينا بالعادة يعني في صباح الشروق إنه يكونوا معانا اختصاصيين حتى يقدموا الفائدة بالنسبة للمشاهد اللي بتابعنا الآن. اليوم حنتحدث عن دور الباحث الاجتماعي والاختصاص الاجتماعي في ظل الظروف اللي احنا محتاجين ليها الآن أو عايشينها هسه. يعني الحلقة دي عبارة عن روشتات مختلفة في بريد الأسر وفي بريد المجتمع. أزعج جدا أن تصحبني في الحوار الأستاذة أفراح عبد العظيم الباحث الاجتماعي. أهلا وسهلا، صباح الخير. مرحبا، صباح النور، الله يبارك فيك. أهلا بك. في العادة كيف يعني أجوائك طقوسك مع الصباح كده؟ بتصحي بدري ولا؟ طبعا طبعا، يعني إحنا كسودانيين وكمرأة عاملة وكأمهات نصحى عادي بدري الصباح ونطلع أولادنا المدرسة، وبعد ذلك مرتب حاجاتنا، وطبعا احنا ناس شغالين، بعد ذلك بنهيئ روحنا عشان نقدر نطلع للعمل ونقدر نقدم حاجة للمجتمع. يعني بشكر جدا بالمناسبة، أشكرك جدا أستاذ حمزة، وأشكر قناة الشروق على إتاحة الفرصة الحلوة دي والإطلالة الجميلة دي، إنه أنا أقدر أقدم حاجة. بتمنى يكون كلام مفيد يعني إن شاء الله، وأقدر أقدم حاجة حلوة ويستمتع بها المشاهد ويستفيد منها إن شاء الله بإذن الله. أنت تكلمت في حديثك إنه يعني دائما هي المرأة السودانية تصحى مع الصباح بتجهز تفاصيل البيت وبتجهز تفاصيل أبناء، يعني فالحاجة دي اجتماعيا انت شايفاه يعني قعدة الصباح هل افتقدناها زمان ولسه موجودة؟ لأنه المشاغل بقت كثيرة والأطفال ذاته بيختلفوا من زمان، يعني بيقعدوا زمان في الجلسة بتاع عشاء الصباح، الآن أي واحد لأرزاقه أي واحد لمدرسته يعني. هي تقريبا يعني هي موجودة لكن ممكن تكون ما بالصورة الكبيرة، لأنه زمان كانت الأسر ممتدة. طبعا كانت الوحدة بتكون قاعدة مع أسرة زوجها ومع أسرة ذاتها، بيكون في رعاية ثانية ممكن تتقدم، ممكن زول يساعدها في رعاية أطفالها، في قضاء حاجاتهم من الصباح، تجهيزهم من المدرسة، ترتيب البيت، الحاجات اللي هي من الطبيعي أنها تعملها ومسؤولة منها. طبعا الأم أدوارها كثيرة يعني غير الرعاية والاهتمام بالأطفال والاهتمام بالبيت، كمان في جوانب ثانية، وخاصة إن إحنا في الفترة الأخيرة بقت المرأة العاملة أغلب وقتها بقى برا يعني، فمحتاجة شوية إن هي تقدر ترتب حاجات أكثر من الأول. يعني فقدنا شوية الجانب بتاع المساعدة بتاعة الأسرة أو بتاعة الخالة أو بتاعة العمة أو كده. انت بتشوفي انه ده شكل فجوه اجتماعيه ما بين الاسره بحد نفسها، لانه الام عامله والابن عامل والاب عامل، ففي تفاصيل كثيره كده غايبه يعني. ما بقول فجوه حقيقيه، يعني ما بقول فجوه بالمعنى الواضح، قد تكون شويه قلت التواصل، قلت مثلا الاعتماد على الاسره الممتده، باعتبار انه الأم يعني هي بقت الركيزة الأساسية للأسرة، وبقت تطلع، وأغلب النسوان بقوا عاملات يعني، صحيح بقوا يطلعوا لسوق العمل طبعا، وبتعرضوا لضغوط كثيرة في الرعاية في الاهتمام، بتحاول تساعد الشريكة وتساعد زوجها وتساعد أولادها مثلا على إنه يقضوا حاجاتهم ويرتبوا أمورهم في أثناء اليوم. هي ما فجوة حقيقية، لأنه لسه المجتمع السوداني كمجتمع مسلم يعني مربوط لسه بالعادات بالتقاليد بالأعراف، بتحكموا يعني حاجات جميلة الحمد لله، إن شاء الله ما تتغير، بتمنى إنه ما تتغير، بتمنى إنه السودان يرجع تاني زي الأول وأكثر وأسمح في كل الحاجات يعني إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ أفراح، يعني في اختصاصين في مجالات مختلفة وفي تخصصات سيدة الموقف، يعني بقت هي مصدرة حتى بالنسبة لإقبال الطلاب عليها. فنحن لزمن من الأزمان كان البحث الاجتماعي واختصاص الاجتماعي هو وجود ركيزة أساسية لرقي المجتمع ولحل حل كثير جدا من الإشكاليات الموجودة. فأنت برأيك يعني بتعزي سبب غياب الاختصاص الاجتماعي من شنو؟ والله بصورة عامة هو ما غايب، قد يكون دوره يعني ما دور الكبير الواضح الملموس مثلا زي الدول المتقدمة. طبعا الدول المتقدمة مشت كثير في المجال ده، في مجال العلوم الإنسانية الاجتماعية والنفسية بصورة كبيرة، ودي ذاتها هي كانت دافع لأنهم يتقدموا ويتطوروا
لانه يهتموا بالاسره ويهتموا كل الشرائح، يهتموا بالبحث الاجتماعي، يهتموا بالبحث النفسي. طبعا البحث الاجتماعي محتاج لتنسيق، ما هو ما براو بيقوم بالادوار دي، في تشابك في تخصصات ثانيه انت ممكن تساعدك ممكن تدعمك. شغل الكيس او شغل الفريق بيزيد من فعاليه البحث الاجتماعي. البحث الاجتماعي محتاج لسياسات، محتاج لقرار، محتاج لميزانيات مرصده ولخطط طويله الامد عشان تقدر تعالج بها كثير من الانحرافات والاشكالات المجتمعيه الهسي حاصله دي. وانا ما يعني قصتي انه دوره ضعيف دي انا طبعا ما بقبلها، لانه نحن شغالين بكل موتينا من قوه، يعني بنحاول نقدم، بنحاول نطور من مهنتنا ونحاول نحل قدر الامكان من المشاكل اللي بتحصل في المجتمع. ونحن نحترم قرارك طبعا استاذ افراح. طيب الدول اللي ذكرتيها انت، الدول المتقدمه بنهضه المنشود اللي بنجينا نشوف الان هي مسيده وعظمى في العالم، هي اهتماما من صغير يعني اهتمامه باستراتيجيات مشتركه طويله المدى وقصيره المدى بالباحث الاجتماعي والاختصاصي النفسي حتى بالنسبه للاطفال. فلماذا ممكن نقول التنشئه برضه على اهميه وجود باحث اجتماعي في رياض اطفالنا في مدارسنا هو مهم لجيل صحي ومتزن؟ يعني صح، مهم جدا بالمناسبه اذا البحث الاجتماعي من الروضه، وحتى من قبل الروضه في الارشاد الاسري، في التوعيه، في الثقافه بصوره عامه. وعشان كده قلت اقدر البحث الاجتماعي ما بيكون براو، يعني محتاجين احنا التضافر بتاع جهود، مثلا الشؤون الدينيه، مثلا الائمه المساجد يوعوا الناس، يوروهم دور البحث الاجتماعي، دوره في رياض الاطفال وفي المدارس، وبالتالي حتى في الجامعات بيكون في كثير من الاشكالات اللي بيقدر يحلها البحث الاجتماعي. لكن بيكون ممكن يكون بعد ذلك معه فريق، ويكون معه كم تخصص عشان يحلوا له مشكلة، وبعد ذلك بتعقل لمستوى أعلى، مستوى التنمية، مستوى المؤسسات. صحيح، جميل استاذ افراح. يعني طبعا الشعب السوداني بطبعه هو صاحب نخوه وفزعه وفراسه يعني، فاذا كان وجود الباحث الاجتماعي بين هلالين، هو التخصص موجود الان، هو موجود في الجوديه، موجود عند اهلنا العمد والمشايخ، يعني اللي هم دائما بيحلوا المشاكل على ارض الواقع يعني بين الاطراف. احنا في ظروف صعبه وبقى الضغط على حياتنا المعيشيه وحياتنا الاجتماعيه، فبرايك الان يعني بقينا نشوف كثير من الحوجات على منصات التواصل الاجتماعي، هل لا زال التكافل هو سيد الموقف في ظل توقيتنا ده، ولا اختلف باختلاف مشاغل الناس يعني بزاويه شوفك انت؟ طبعا انا قصه التكافل والتماسك كشعب سوداني دي ما بيختلفوا فيها اثنين، احنا كشعب سوداني متماسك جدا، بتمنى انه نكون كده على طول يعني، واتمنى نرجع لعاداتنا الزمان. في قد يكون في اختلاف بسيط لانه العالم بقى منفتح علينا، وبقى كغريه وبيقوا هم المفروض يشيلوا الحاجة اللي بتناسبهم، لكن بيشيلوا حاجات ما بتناسبهم، ودي بتحصل بتدي للانحرافات. لكن كتماسك وكتكافل زمان كان بيربي الشارع وبيربي الجيران وكذا، يعني قد تكون قلت الحاجة شوية، يعني ما بقول اختفت أو ما بقول يعني بقت ما واضحة زي زمان، لكن هي في موجودة ونحمد الله كثير عليها، ونتمنى إنه هم تاني يرجعوا لنفس الاهتمام، انه ده ود اخوك وده ود جيرانك، وانك انت لازم تراعيه. ونحن كباحثين اجتماعيين بنحاول دائما نقرب الاسر، يكون في توعيه بانه هم المفروض يكون الوازع الديني، الارشاد الاسري، رجوع للاخلاق، للمسل، للقيم، حتى في التعامل البسيط، الحاجات الصغيره، انه الاطفال هم محتاجين للغدوه اكثر من الارشاد. يعني هم لما يشوفونا نحن كمجتمع مثلا بنعمل الحاجات الصحيحه، ما في كذب، ما في، نتمنى انه الحاجه دي ترجع يعني، ونقدر ننشئ جيل سليم يعني، وتنشئه اجتماعيه قويمه يا رب ان شاء الله. الحياه دي كلها مرتبطه مع بعض وما بتتفصل يعني، اذا حاولنا انه ناخذ روشتات ونستفيد اكثر من ارائك يعني بزاويه شوفك. في الفتره الاخيره بقت ترد تقارير محليه عن نسب مرتفعه بالنسبه للطلاق، وده شيء مؤسف جدا، وكل ما دعاية بزاويه ضيقه كده بيشوف انه النسب ارتفعت، بيشوف حال مغاير يعني وظواهر مختلفه في المجتمع. فانت بتعزل الحاجه دي لشنو برايك يعني؟ طبعا زي ما قلت لك يعني، اول شيء العواصم دي طبعا معروفه انها هي مفتوحه يعني، قد تكون نسبه الطلاق هنا في العاصمه اكثر او اكبر من الارياف ومن من القرى. نسبه الطلاق زادت بالذات عندنا كسودانيين، للضغوط اللي حصلت، للمشاكل الاقتصادية، هروب الأزواج يعني من المسؤولية باعتبار إنه هم عايزين يوفروا لقمة العيش السليم، يسافروا مثلا، الذهب، التعدين، بيخلوا الأمهات هم براهم، الأم بتكون ضعيفة ما بتقدر تتحمل الرعاية والعبء الحياة، وبعد ذلك ممكن تكون طلعت اشتغلت في بيئة غير ملائمة ليها،
فبتجي بضغوط وحاجات سالبة جدا وما بتتحمل تاني أي حاجة زيادة. يعني الوضع الاقتصادي بصورة عامة هو ضاغط وبقى ألقى بظلاله أكثر حاجة على المرأة يعني بصورة عامة وعلى الأم. بعدين إحنا كمجتمع سوداني نسبة العيال عندنا كبيرة جدا طبعا، كبار السن والأطفال تحت سن 18 سنة هم بيحتاجوا لرعاية، بيحتاجوا لتوفير حاجات كثيرة يعني في التعليم، في الانفتاح الحاصل، وإنك تراقب طفلك إنه ما يتأثر. فدي كلها مشاكل بتجي تلقي ظلال على الأم وعلى الأبو، فبتكون في خلافات وكل واحد بيحاول يرمي اللوم على الثاني. أنا بجيب الأكل، بجيب المصاريف للبيت، أنت المفروض تخلي بالك، يعني بيكون ضغوطات حاصلة فبينفجر الوضع. طيب قبل انفجار الوضع وفي نقطة رئيسة نجي نقف عندها، في الفترة الأخيرة بالنسبة للشباب يعني دائما في اختيار شركة الحياة، ونقول هل ممكن نقول الاختيار هو سبب رئيس في نسبة لاستمرارية العلاقة؟ لأنه بقينا نشوف في أشكال معينة على حسب الانفتاح، بقينا نشوف في الفترة الأخيرة مشاهدتنا للأفلام وللمسلسلات وحلم، ما بقول البعض يعني حلم البعض أسمر طويل ملتحي عنده عربية وذهب وكذا وتفاصيل زي دي، أنت بتشوفي الحاجة دي هي سبب رئيس في اختلاف الأزواج يعني بالنسبة للشباب يعني صح. معايشتك اليوم هي عندنا نسبة كبيرة بالمناسبة، عندها تأثير كبير على الحاجة دي بالذات القنوات المسلسلات اللي بتشاهد اللي بقت هسه متاحه في كل بيت سوداني، وبتمنى انها هي يعني الحاجه دي ينتبهوا لها الاسر، بقت تاثر على الشابات على الشباب انه هو كل واحده زي ما شاف المسلسل زي ما شاف الاحداث اللي بتحصل في المسلسلات الهنديه المسلسلات التركيه، بقت تخلي الوحده يعني تنسى واقعها. نحن طبعا كسودانيين الحاجات اللي بتحصل دي نحن ما عندنا، لكن بقت دخيله علينا من خلال القنوات او العالم اللي بقى مفتوح في النت في اليوتيوب في كده، هم كل وحده عايزه تقلد الفاتت قبل كده اتزوجت او سافرت برا او كده او كده. فبجد يعني كيف نرجع نعيش واقعنا طيب من ده؟ يعني المفروض نعيش بخيال الواقع وليس خيال الاحلام ما محقق يعني الاختيار نفسه. ما مشكله انك انت تشيل الحاجه السمحه بالمناسبه، لكن نعرف احنا المفروض نشيل الحاجه السمحه والحاجه اللي بتخصنا نحن كسودانيين، يعني احنا عندنا عادات وعندنا تقاليد سمحه جدا بالمناسبه، وحتى الاحتفالات اللي بنشوفها في التلفزيون دي اغلبها يعني الهالوين عيد الالوان شنو دي ما ولا من ثقافتنا ولا من طبيعتنا ولا نحاول بالتوعية مثلا من نقرب منهم نحن كباحثين اجتماعيين في المدارس في رياض الأطفال في القنوات مثلا في البرامج بتاعت التوعية بصورة عامة في النوادي المنصة. أيوة النوادي الثقافية في البرامج في الأنشطة نحاول نرجعهم حتى الأنشطة الرياضية يفرق طاقاتهم دي ينشغلوا شوية من متابعة القنوات الخارجية متابعة المسلسلات والحاجات اللي ممكن يكون فيها يعني انحراف بالنسبة للشباب يفوقوا لحالهم. طيب كمحور أخير نسلط عليه الضوء أكثر، في الفترة الأخيرة حتى على صعيد ولايات السودان في احتراب قبلي وممكن يسمى يعني الموت المجاني ما له لازمة، يعني الناس متكاتفين ومتسامحين. فعلى صعيد آخر بقينا نشوف ظواهر سالبة في المجتمع، تفلتات أمنية وحادثة نموذج يعني فجع الجميع باليوم الجمعة يعني مقتل أسرة بأكملها دون رحمة ودون رأفة، يعني ترحم عليهم صباحا ونتمنى أن القضاء يأخذ مجراه. فأنت بتشوف الحاجات دي اللي حصلت في الفترة الأخيرة بتعزيها برضو لشنو يعني الظروف اللي احنا عايشينها وبرضو تفاصيل عقد داخلية مفروض تتحل يعني للأسف الشديد. يعني الحادثة اللي حصلت يوم الجمعة في بوري ناصر دي حادثة دخيلة جدا جديدة يعني على الشعب السوداني، لأنها كانت بصورة دقيقة جدا وبتخطيط وصبغ إصرار شديد، ده ما طبع السودانيين ولا طريقة السودانيين. اتفاجأنا يعني إنه يكون في مثلا تخطيط لجريمة بالقوة دي مثلا، إنه حتى ما يترك وراهم دليل، وحسينا إنه نحن تأثرنا شديد بالمسلسلات وبالأفلام الأجنبية. ودي طبعا زي ما انا قلت لك يعني قبلك دي من الاثار السيئه جدا بالمناسبه اللي احنا اخذناها في الاقاليم والاحداث الحاصله هسه انت بتتكلم عنها في كانت في اقليم واحد او اقليمين، لكن هسه تقريبا نفس الحاجات دي انتقلت تقريبا للعاصمه. الاحداث الاخيره دي خلت شويه في تفلتات امنيه في حاجات دخلت على اقاليمنا تسمحت ثانيه، هسه بتمنى انه الحاجه دي نحن نقدر نحاربها
بكل مؤسساتنا وكل شرائحنا، مش كباحثين اجتماعيين بس، احنا محتاجين تضافوا البيوت كبير جدا بالمناسبه، وزاره الشباب والرياضه وزاره الثقافه والاعلام كمؤسسات بتاعه مجتمع الرعايه الاجتماعيه التربيه والتعليم، احنا محتاجين جدا عشان نقدر نحارب الحاجه دي لتوعيه شديده بالمناسبه، محتاجين نشتغل كلنا على الحاجه دي بمختلف التخصصات، حتى الشرائح الضعيفة اللي ما بتتصل المؤسسات دي يكون شغل على مستوى القاعدة، يعني على مستوى الأحياء في التوعية المجتمعية في الإرشاد الأسري، في عشان نقدر نطلع من المشاكل الهسي إحنا حاليا يعني حصلت في السودان أو بالحروب والاحتراب الهسي حصل ده، وتنقلنا إحنا هنا في العاصمة. طيب يعني حاجة أخيرة كده عشان نقدر نكمل بها حديثنا، وجود عمل جماعي يعني ما بين اختصاص النفس والاختصاص الاجتماعي، يعني محتاجين لدراسة حالة بالضبط يعني في التوقيت اللي احنا عايشينه، دراسة حالة للإنسان، دراسة حالة للظروف المعيشة احنا بنعيش الآن، للسلوك اللي بينتهجه البعض، يعني السلوك الإجرامي المخطط ذكرتيه، فكيف ممكن تتضافر الجهود ما بينكم ما بين الاختصاصين النفسيين حتى انه تقدموا خدمة للمشاهد؟ طبعا شغل البحث الاجتماعي زي ما قلت لك ما براه، هو صاحب يشتغل على مستوى الفرد على مستوى الكيس يعني او الحاله، وطبعا هي في دراسات حاله وفي دراسات اجتماعيه معموله، لكن لانه ده محتاج لتشابك، محتاج لسياسات، محتاج لقرار بالمناسبة، محتاج لسلطه تنفيذيه حاسمه ان عشان ما تضع الحلول تضع المقترحات لحل المشاكل الكبيره اللي هسه بتحصل، محتاجين نحن لميزانيات تترصد ميزانيات كبيره عشان انت لما تشتغل انت ما تقيف، اللي بيجي وراك كباحث اجتماعي وباحث نفسي يشتغل محل انت واقف. جميل، احنا مقدرين جدا حضورك صباحا استاذه افراء عبد العظيم الباحث الاجتماعي اختصاص الاجتماعي على حضورك صباحا، وان شاء الله دائما تكون مشرقه معنا في صباحاتنا حتى نقدر نفصل اكثر في الموضوعات والروشتات اللي قدمناها على السريع دي. كتر خيرك. شكرا كثير استاذ حمزه، وشكرا لاناط الشروق ثاني مره ثاني زي ما قلت لتحتم الفرصه الحلوه دي والاطلاله الجميله دي، انه انا اقدر اتكلم وعبر عن رايي، بتمنى يعني الناس شاهدوا الحلقه يستفيدوا منها ويدون آراءهم إن شاء الله، ونجيكم المرة الجاية بآراء جديدة وأفكار جديدة بإذن الله تعالى، إن شاء الله ما للسودان يستقر والأمن والسلام إن شاء الله يا رب. السلام عليكم. هي دعوتنا صباحية إنه يستقر السودان بالأمن والأمان، والقضية اللي احنا ركزنا عليها إنه منتظرين القضاء ياخذ مجراه، ومنتظرين ايضا اخبار ترشح حقيقه على عكس الاخبار اللي بترشح في منصات التواصل الاجتماعي اللي فيها عدد من الاخبار السالبه، يعني الرحمه والمغفره اللي فقدناهم، ونتمنى انه المجتمع يتضافر مع بعض حتى انه نمنع كثير من الظواهر اللي ممكن تحدث في الفترات القادمه، ان شاء الله ما تحدث، وهي دعوه انه الناس تعيش في تسامح، تعيش في وئام. واكرر مره اخرى يجب على كل القاده الذين يجلسون الان على مقاعد الدوله ان ينظروا لمصالح البلاد العليا، ان يبتعدوا عن المصالح الحزبيه الضيقة والمصالح الشخصية الضيقة التي لا تصلح في هذا التوقيت الحري. شكرا مشاهدينا لكرم متابعتكم.